معانا التقرير في هذه الحلقة الأول للزميل عمر النشوان. خلونا نشوف التقرير عن أوضاع المراكز يا شباب. من أشد أنواع الألم أنك تشاهد من يعذبك ولا تستطيع رفع الظلم عنك. نوال قذفت بها أمواج الزمن القاسية إلى مراكز التأهيل الشامل التي أذاقتها أصنافاً من العذاب. يعني عدة مرات، أولاً ضربات في الرأس، كسر الأسنان، قطع بالسبابة اللي بجنبه، يعني متأثر بعد برضه مثله، ضروب بالظهر، يعني كدمات بالظهر، مثل عضة، مثل حاجات ما ندري وش اللي أسبابها، يعني نشوف أنها حاصلة. الضرب هل هم يضربونك أنت وحدك ولا يضربون البنات كلهم؟ أنا بس. أنت بس؟ إيه. طب نوال طقوها بعد؟ أنت كنتي موجودة؟ وحكي له وش اللي صار، شلون طقوها؟ روبي سكت الباب بصبحها. من هي؟ روبي. وش سوت؟ سكت بصبحها. إيه؟ وراحت روبي العاملة، هي اللي سكت الباب على الصبح. وش كانت مسوية نوال؟ ما سوت شيء. لم تكن هي الحادثة الأولى، بل هي سلسلة من الاعتداءات تمارس داخل مراكز التأهيل. ربك إن شاء الله ينصرك لأبوك، فأنت معاق تتمنى هذا حتى ما تتأكد من الصورة. فهل ننتظر فاجعة أخرى كما استيقظنا على فاجعة خالد الحربي الذي مات متأثرا بحروق في جسده تسبب بها عامل نظافة؟ فمن سيوقف هذه الفوضى؟ عمر النشوان، الثامنة، الرياض.